لكن تذكروا هالشي، الإحساس بالملذات هو دايما أمره قصير. الإحساس بالملذات ما بيدوم، الإحساس بالملذات هو موقت فقط. لكن قبل كل شيء الإحساس بالملذات مش ممكن يخلص الناس من دينونة الله يلي جاي على العالم. يمكن هي تقدر تسلي الجموع لكن مستحيل تخلصهم. يمكن هي بتقدر تخلق جو من الإثارة للحظة لكن ما كان فيها تقودهم للحياة الأبدية. لو كان يسوع وقع بتجربة الشيطان وحصل على 15 دقيقة من الشهرة، كانت خطة الخلاص كلها يلي دخلنا فيها أنا وإنتو اليوم كانت فشلت فشل تام. مين بيوافقني الرأي؟